فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيادة آمين رب العالمين هل هي جائزة في غير الصلاة؟ لأن سياق كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أن هذا النهي هو في الصلاة فقط. ما ورد هذا، ما ورد هذا، لكن لو فعله ما ينكر عليه، لكن هو ما ورد، تركه أحسن. نعم نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.